وكما عودناكم نختم الحلقة بالموسيقى مع الشاب محفوظ العفار. معك محفوظ العفار والمدينة آسفي، سن ديالي 24 سنة، كاتب وملحن وكذلك مغني، واليوم غادي تكتشفوني مغاربة في الغناء إن شاء الله. كيفاش دخلت شخصي لهذا الدومين؟ أنا أصلا ود عائلة فنية والفنان محمد ولد 700 صافي، داكشي كبرنا من الصغر وخدينا الموهبة من عند الوالد، وحنا ما غادي في الطريق إن شاء الله. الجديد ديالي إن شاء الله أغنية بعنوان راح الغالي، أغنية اللي كتقيسني بزاف، وإن شاء الله غتابعوها في القناة ديالي على اليوتيوب إن شاء الله لي محفوظ العفار. أنا كنغني أغاني طربية وكذلك الراي و إر إن بي، المهم الأغاني اللي كنرتاح فيهم بزاف تقريبا هو الأغاني الطربية. الرسالة اللي غادي نوصل أنهم يشجعوا المواهب، لحقاش كاين مواهب زوينة، وبكم نتوما إن شاء الله حنا غادي نوصلوا لداكشي اللي كنتمناو. وبالنسبة للجالية المغربية كنقول لكم إن شاء الله غادي تفوت الجائحة ديال كورونا وترجعوا للبلاد على خير وفي خير إن شاء الله، وكنتمنى لكم حياة سعيدة إن شاء الله. وعلاش علاش ويا
كان عنده زار والتاي من القدر على فراق وما نصبر مش اللي كان لي يفضار نتفكر من اللي كنا صغار كنا اللعب وحد الدار كانت لمي ما رضي علينا غادي نعلي